هتيجي بعد اذنك طلب، يعني هتيجي فضل. عند المنطقه بتاعت كنت ابتعد عنه لان انا بتعب في المنطقه دي قوي وتخصني بصراحه. فنتعب مع بعض. يلا. كنت ابتعد عنه، كنت ابتعد عنه، يا سلام. كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم تخدع لي وتجيني، تخدع لي وتجيني. كنت ابتعد عنه، كنت ابتعد عنه، كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم تخدعني وتجيني، تخدعني وتجيني. طاوعني يا عبد، طاوعنا انا وحدي، طاوعني يا عبدي، طاوعنا انا وحدي. مالك حبيب غيري قبلي وانا بعدي، مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي. طاوعني يا عبدي، طاوعنا انا وحدي. مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي، مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي. انا اللي قطعتك من غير ما تتكلم، وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم، واللي جديته اليك لو تحسبه بايديك تشوف جمالي عليك من كل شيء. لحد باب بيته وما تجلى لي بالدمع ناجيته، وما تجلى لي، وما تجلى لي، وما تجلى لي بالدمع الله الله الله. طبعا انت ضحكت علينا في انك ما دخلتش في القلب يعشق. طبعا الوقت واحمد هيزعل دلوقتي، بس يعني الحقيقه دخلت انت في البيت. هي هذا الموقف المؤثر الكبير جدا، يعني كيف يصف بايرم؟ هو دايما تركيبه اثنين، يعني المؤلف كاتب ولا، لكن الدور الملحن له دور كبير، يعني لولاه لم تظهر تعابير الموجوده في 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 الكتابه وفي القصيده. دعاني لبيت لحد باب بيت. لكن رشيد، حتى بيرم التونسي وحتى رياض السنباطي لما بيوصفوا الرحله جينا على روضة طلع من الجنة، حتى الوصف مع رياض موصوف حلو قوي، وكأنك ماشي جوه. هو قلنا التعبير النغمي لما يجي على حتة ديال
وفيها طرب وسرور وفيها نور على نور وكسب حبة يدور واللي شرب شوف الجلال وملائكة الرحمة كانت لنا ندمان بالصفح والغفرة جاية تبشرنا ترانا ينولوا ما نلنا يا رب يا ربي وعدهم يا رب يا ربي واقبلنا. أنا صباطي عندي أحسن واحد يؤسس للغناء البناء النغمي والبناء اللحني لا يعادل أحد. وصف المكة وصف مكة مكة وفيها جبال النور. طبعا أنت عايز نجي لا 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 أنا معلش أنا لا لا مش قصدي بس مكة وفيها جبال النور. أنا أقول كده لك أنت تغني. مكة وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور نار مكة الله 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 الله.